الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو الخبر الثاني نعرفه كامل انه العملية في ابريل هذا اللي فات العصابة منعوا اجراء مقابلة اتحاد العاصمة في الجزائر العاصمة لما سرقوا الاقمصات فريق نهضة بركان لبشيرة معلوي اسمع في الجزائر و منعوا اتحاد العاصمة باش يدخل الميدان في مقابلة الإياب لأنه قال لك المايو تاعهم فينا، أنت على بالك بلي المايو فيه وعلاش رايح؟ مالو تخسروا في الدراهم وتبادلوا في رواحكم وتبخسوا برواحكم. دونك لا كاف الشيء مليح هو أنها كانت رحيمة مع الجزائر لأنها كانت قادرة تمنع كل الأندية الجزائرية المشاركة متسانتين في المنافسات الإفريقية وحتى الفريق الوطني. لو الفريق الوطني كان يوقفوا كان يفرحوا العصابة تفرح هكذا المنتخب الوطني ما يروحش للمغرب لأن دركا هو مشكل المنتخب الوطني راح يروح يتأهل يروح للمغرب دونك المناصرين راح يروحوا دار التأشيرة المغاربة المغرب ما دارش التأشيرة الجزائرية دونك الجزائريين راح يروحوا هما يقدروا كي يجوا رايحين ما بقاش فيها سين جيم وعلى شك رايح وعلى شك جاي كاع رايحين على الفوتبال مشكل كبير عاد صار لهم مشكل كبير اختفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بتغريم اتحاد العاصمة بمبلغ 40,000 دولار شوف 40,000 دولار رايحة من الخزينة العمومية الجزائرية للكاف على جال العراية قالك ما لعبوش مع نهضة بركان 40,000 دولار يا سي وعلاش لانه المادة 48 من قوانين لكاف تقول انه اي فريق يتغيب وما يشاركش في مقابلة تسلط عليه عقوبة اقصاها 20,000 دولار بما انهم مقابلتين ولا 40,000 دولار واعطاهم العقوبة القصوى المهم درك مادام كانوا على المنافسة الافريقية بالنسبة لأدوار الفرق الجزائرية اليوسما والمولودية والسياسي وشباب السيربي ما يتلاقاوش مع فرق مغربية ولكن من بعد إذا تأهلوا وطيح معاهم انه كاين الرجاء والوداد البيضاوي وطبعا نهضة بركان هادو ثلاثة مش عبا كنا كاتريا ميلا المهم لا نطيحوا معاهم واش ما لعبوش وحنا عندنا اربع فرق اذا تأهلوا اربع فرق هادو اكيد واحدة فريق منهم راح يطيح مع فريق مغربي هاي العصابة واش راح ديروا ربي يقدر خير بلادنا ربي يبعد عليها ولاد الحرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته